كيف يمكنني رفع قضية نفقة الطفل؟ نفقة الطفل بموجب قانون ولاية كاليفورنيا يتحمل كلا الوالدين مسؤولية احتياجات أطفالهم المالية. في حال انفصال الوالدين يمكن لأيهما السعي للحصول على أمر نفقة الطفل. بمجرد إصدار أمر نفقة الطفل تستمر مدفوعات نفقة الطفل بوجه عام حتى يبلغ الطفل 18 عاماً أو 19 عاماً إذا ما زال في المرحلة الثانوية من المدرسة بدوام كامل ويعيش في المنزل ولا يمكنه إعالة نفسه. يمكنك طلب نفقة الطفل من خلال رفع قضية لدى محكمة مقاطعة أورنج العليا Orange County Superior Court أو بمساعدة الوكالة المحلية لدعم الطفل وهي إدارة مقاطعة أورنج لخدمات دعم الطفل The Orange County Department of Child Support Services. رفع قضية لدى Orange County Superior Court. يمكنك التقدم بطلب للحصول على أمر نفقة الطفل إذا كانت لديك قضية مفتوحة لدى المحكمة مثل حل الزواج أي الطلاق، الانفصال القانوني، التماس لحضانة الطفل القاصر ونفقته، عادة ما يلجأ إليه الوالدان المتزوجان غير الراغبين في الطلاق أو الانفصال القانوني، أو طلب إثبات النسب ويستخدمه الوالدين غير المتزوجين، أو أمر تقييدي بسبب العنف الأسري. للمساعدة في فتح قضية يرجى زيارة موقع المحكمة على الرابط التالي. سيوفر هذا الرابط المزيد من المعلومات عن أنواع القضايا المختلفة لمساعدتك في تحديد القضية المناسبة لك. يحتوي مركز المساعدة الذاتية Self-Help Center على مجموعة من المستندات المفيدة التي تتضمن جميع النماذج التي تحتاج إليها لفتح قضيتك. يمكنك أيضاً أن تجد الرابط على File at Home على موقع Self-Help الإلكتروني لدينا. سينقلك الرابط إلى Odyssey Guidance File وهو برنامج يساعدك في إعداد الوثائق من خلال طرح أسئلة. تستخدم إجاباتك على الأسئلة لمنع النماذج القانونية التي تحتاج إليها لفتح قضية. في نهاية المقابلة قد يكون لك الخيار لتقديم النماذج إلكترونيا. طلب جلسة استماع بشأن نفقة الطفل. تقديم نماذج المحكمة. عند فتح قضية أو في أي وقت بعد ذلك يمكنك طلب جلسة استماع بشأن نفقة الطفل. إن الطريقة الأكثر شيوعاً لطلب جلسة استماع هي إكمال نموذج طلب إصدار أمر Request for Order النموذج FL-300 وبيان الدخل والمصروفات Income and Expense Declaration النموذج FL-150 وتقديمهما. بالإضافة إلى طلبك الحصول على أمر نفقة عليك بتزويد القاضي بإفادة يشار إليها بالبيان لإبلاغ القاضي بأسباب طلبك نفقة الطفل، ويمكنك إرفاق أي إثبات مع بيانك المقدم يشار إليه بالدليل لدعم بيانك. بالإضافة إلى بيان الدخل والمصروفات سيطلب منك تقديم معلومات تتعلق بدخلك ونفقاتك الأسرية. عليك أيضاً تقديم كعب شيك الراتب عن الشهرين الماضيين. تستخدم ولاية كاليفورنيا صيغة حسابية على مستوى الولاية يشار إليها بالحاسبة الإرشادية لحساب مقدار نفقة الطفل الذي يجب إصدار أمر به. إذا لم يتفق الوالدان على مبلغ لنفقة الطفل فسيقرر القاضي مبلغ نفقة الطفل اعتماداً على الحساب الإرشادي. يحتوي Self-Help Center على حزمة مستندات مفيدة تتضمن هذه النماذج. يمكنك العثور على حزمة المستندات على الرابط التالي. ستجد أيضاً الرابط إلى File at Home على موقع Self-Help الإلكتروني لدينا. يساعدك برنامج File at Home في إعداد الوثائق من خلال طرح أسئلة، وتستخدم إجاباتك على الأسئلة لملء النماذج القانونية التي تحتاج إليها لطلب جلسة استماع بشأن نفقة الطفل. ماذا يحدث بعد تقديم النماذج؟ التبليغ.
يجب تبليغ الطرف الآخر ووكالة دعم الطفل المحلية إذا كانوا أطرافاً معنية. يقدم شخص يزيد عمره عن 18 عاماً وليس طرفاً في القضية نسخة من نماذج المحكمة التي قدمتها قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن 16 يوماً من أيام عمل المحكمة. أضف 5 أيام تقويمية إذا كان التبليغ عن طريق البريد. يقدم المبلغ أيضاً نسخاً فارغة من بيان الرد Responsive Declaration النموذج FL320 وبيان الدخل والمصروفات النموذج FL150 ويعبئ إثبات التبليغ Proof of Service. عليك بعد ذلك تقديم إثبات التبليغ المكتمل إلى المحكمة. محكمة جلسة الاستماع. عند تقديم نماذج المحكمة سيخبرك كاتب المحكمة بموعد جلسة الاستماع. من الضروري أن تحضر معك إلى جلسة الاستماع إقراراتك الضريبية عن العامين الماضيين وكعب شيك الراتب عن الشهرين الماضيين. ستصدر المحكمة أمراً بخصوص طلبك بتغيير نفقة الطفل. فتح قضية جديدة لنفقة الطفل لدى إدارة Orange County Department of Child Support Services. يمكن لوكالة دعم الطفل المحلية مساعدتك في فتح قضية نفقة الطفل والحصول عليها. تقع إدارة Orange County Department of Child Support Services في مقاطعة أورنج في العنوان 1055 North Main Street, Santa Ana, California 92701. يقبل أمناء الصندوق الآن الدفع شخصياً في صالة خدمة العملاء لديهم من الساعة 7 صباحاً حتى 4:30 مساءً. يرجى زيارة الموقع التالي لطلب فتح قضية جديدة. يمكنك إكمال طلبك وتقديمه على الموقع الإلكتروني أو يمكنك تنزيل الطلب لإرساله عبر البريد. بعد استلام طلبك المكتمل ستطلب إدارة خدمات دعم الطفل Department of Child Support Services إجراء مقابلة لجمع تفاصيل للمساعدة في تحديد مكان الطرف الآخر وتحديد دخلك ونفقاتك الشهرية. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للحصول على مزيد من المعلومات. والآن أنت تعرف كيفية رفع قضية نفقة الطفل.